الوضعية ديال المرأة الحامل في شهر رمضان كتختلف على حسب واش الحامل تيمر في ظروف جيدة أو هاد المرأة عندها أمراض اللي تقدر تمنعها من الصيام، بحال مرض السكري، بحال الضغط الدموي، بحال فقر الدم الحاد. هنا التشخيص ديال لوجينيكولوج أو الطبيب اللي كيتبع الحمل مهم جدا باش يجاوب على التساؤلات ديال هاد المرأة. من ناحية التغذية، المرأة الحامل خاص يكون عندها تغذية متوازنة صحية اللي غتلبي الحاجيات ديالها والحاجيات ديال الجنين. فخصها ما تنساش كل العناصر الضرورية من فيتامينات، أملاح معدنية اللي تنلقاوها في الخضر وفي الفواكه، ما تنساش الماء، ما تنساش البروتينات اللي تتكون في البيض او في اللحوم البيضاء. تعتمد اكثر على الحوت او الدجاج لان اللحوم الحمراء كتكون صعيبه في الهضم. وكنعرفوا ان المراه الحامل ديجا عندها الثقل ديال الجنين فكتتعرض لمشاكل ديال الحموضه وديال القيء. خاص يكون عندها ايضا نشويات في التغذيه ديالها مثل الخبز او العجائن الاخرى، وخاصها ايضا يكون عندها مشتقات الحليب مثل اما الحليب اما الياغورت اما الرايب او غير ذلك.